الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، فهو الباقي أبدا، خلق الأكوان وقدر الأقدار ولم يشرك في ملكه أحدا، سبحانه وتعالى ما اتخذ من صاحبة ولا ولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا وأحيانا ثم يميتنا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم اصطفى لنا الدين والرسالة، واصطفى لنا من بين الخلائق سيدنا محمد، وأنزل عليه كتاباً كريماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فصل يا ربنا وسلم صلاةً وتسليماً كثيراً على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، أما بعد، جماعة الصائمين، أسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم لكل مكروب فيكم أن يذهب ربنا كربه، ولكل مهموم أن يذهب ربنا همه، وأن يصلح لكم بالكم وأولادكم وأزواجكم، وأن يجعل بيوتكم فسيحة وأخلاقكم واسعة، وأن يجعلكم من أهل القبول. أما موعظتي فهي عمن حل علينا ضيفاً، ضيف كريم نزل بساحاتنا، ولكل ضيف قرى، أي ضيف يحل على بيتك فلا بد أن تصنع له قرى، والقرى هو ما يقدم للضيف من طعام وشراب وما يحتاجه في مقامه عندك. فقد حل بك ضيف، ولكن هذا الضيف لم يأتي خالي الوفاض، ولم يأتي بيديه صفرة، ولكنه جاء لك بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا الشهر شهر الطاعات، ولعلك ترى بجوارك أو عند متراءى عينك أخاً لك لم يكن يصلي فأتى إليك في رمضان، وأخ لك لم يكن من الذين يرتادون المساجد وافترسه الشيطان قبل رمضان، فإذا ما غاب الشيطان إذا به يحضر الجمع والجماعات. فهذا شهر خير لك وخير لأحبابك وخير للناس أجمعين. إن مما أتى به هذا الشهر الكريم من حبواته ومنحه الكريمة أنك الآن بعد أن تنتهي من صيام هذا الشهر قد بيضت صفحتك، ومن بيضت صفحته بيض يوم القيامة وجهه. الله سبحانه وتعالى استقبلك أيام استقبال، فقال لك الآتي على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم: بشرك بصيام الشهر كله، فقال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن أنت مولود جديد، فلا تذهب للسيئات مرة أخرى. كلنا نعلم أن حال المواليد من حيث الشكل جمال، ومن حيث الطباع لا غل ولا حقد ولا حسد ولا رياء ولا كبرياء. كن في أخلاق الأطفال بعد رمضان، فلا تألو على حسد لأحد ولا حقد على أحد. الآن أنت مولود جديد، صدق هذا، فإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حكم عليك هذا الحكم. إذا صمت رمضان إيماناً واحتساباً غفر لك ما تقدم من ذنبك. وما الصيام بكبير؟ تفهم إلى كلام ربك عندما يقول لك إن الأمر سهل بسيط، فيقول لك: إن صيامي ليس ليل ونهار، بل هو في الأجواء المعتدلة
كمصرنا ما يقرب من 15 ساعة، ثم بعد ذلك كل ما تشاء وافعل ما تشاء. الله يحبسك عن الشهوات المزلة، فالإنسان يزله الزنا، فلم يبح لك الجماع الحلال. فإذا ما تدربت على الإمساك عن الحلال سهل عليك أن تمسك عن الحرام. والله سبحانه وتعالى منع عنك شهوات البطن، لماذا؟ لأنها مزلة لك، هي التي تجعلك تمد يدك للرشوة، تمد يدك للمال الحرام، تفعل ما يغضب ربك سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يؤدبك أدبا ربانيا، عليك أن تستمسك به ولا تتنازل عنه أبدا ما دمت حيا. وربنا أعطاك هدية في بعض الأوقات في رمضان، إذا كان الشهر كله يغفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا تأكيد للمؤكد الأول. ثم ربنا يقول لك إن في كل لحظات رمضان خير، فيقول لك في ليلة واحدة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن رمضان ساعته مباركة، وليلته مباركة، ويومه أشد بركة. فعليك أيها الأخ الكريم أن تستثمر هذه الأوقات، واستثمارها كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. أما استثماره الأول فإن علاقته بالقرآن الكريم تزداد، يزداد قرباً من كتاب ربه. وعليك أن تعيد التفكير، وعليك أن تجدد النية مع القرآن الكريم. إن كنت قبل هذا العام تتلوه فقط فعليك أن تدارسه هذا العام، عليك أن تبدأ ب10 آيات بالصور القصار وافهم معانيها، وعندك معدة دفعت فيها الآلاف ألا وهي الموبايل. عليك أن تخرج من الكنوز اللألاءة من تراث المسلمين وكتب السابقين بعض الكتب التي تعينك على تفسير القرآن الكريم. فجدد العهد الآن، لا تقرأ وفقط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالتدبر وأمرك بالتفكر. واعلم أيها الأخ الكريم أن عادة النبي مع القرآن الكريم في رمضان تتغير. كيف؟ إن سيدنا جبريل كان ينزل على رسول الله وفق الأحداث، إذا ما حدث خير على الأرض ينزل جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإذا ما حدث شر على الأرض ينزل سيدنا جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبره بكلام الله ومراد الله فيما حدث على الأرض، ويغير عادات الناس إلى الأفضل والأحسن، ويثبتهم على ما كان فيهم من خير. إلا في رمضان فإن جبريل الأمين كان ينزل على رسول الله كل ليلة يقرئه القرآن، ما قال الحديث ذلك، يتفاهم معه في مراد الآيات، يدارسه القرآن. والمدارسة خلاف القراءة، فاجعل لك من ليلك نصيب، وكما كان يفعل سيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارسه القرآن. وعليك أن تكافئ نفسك، عليك أن تدخل لها المسر إذا ما تعلقت بكتاب الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشياء، كان النبي يسر كما قال عن نفسه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولكن من المحببات لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البذل وهو العطاء، هو الذي سار مع الصحابي الجليل المتقشف الزاهد الولي المتبتل
العابد المهاجر إلى الله ورسوله سيدنا أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بينما يمشي رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري يمشي في طرقات مكة والمدينة، وإذا برسول الله يحاكيه ويكلمه ويقول له: يا أبا ذر، أترى هذا الجبل؟ أترى عظمه؟ أترى امتداده حيث لا منتهى للبصر في رؤيته؟ يقول: أراه يا رسول الله. قال: لو أن لي مثل هذا الجبل ذهباً، لو أن الله سبحانه، أو لو أني طلبت، لأن الله عرض على نبيه، عرض أن يجعل له جبل أبا قبيس ذهباً، عرض عليه المال، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم اختار الأفضل. فكثير منا يريد أن يحيا مع الدولارات والدينارات والجنيهات والدراهم المعدودة، وهناك من يريد أن يحيا مع الآيات ومع الأحاديث. كل على خير، من طلب الدنيا ليبلغ منتهى الدين فأنعم به، ونعم المال الصالح مع الرجل الصالح. الإسلام لا يعترض أن تكون غنياً، أن تركب أفخر السيارات، وأن تسكن أفضل العمارات، وأن تلبس أفضل الملبوسات، طالما أنك نويت أن كل هذا المال المكتسب إنما اكتسب من أجل مرضاة الله، والإنفاق على نفسك وعيالك، والإنفاق على أحبابك. الإسلام لا يدعو للفقر، الإسلام لا يريدنا فقراء محض، ولكن يريد أغنياء يرضون بقدر الله في أنهم ابتلاهم بكثرة المال، إنه بلاء، فعليهم أن يؤدوا حقه الذي افترضه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، واستنه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل إليه جبريل يدارسه القرآن يأتيه ليلاً. الحديث قال: كان جبريل يأتي إلى رسول الله ليلاً، ومعلوم أن الليل مطية من يهوى، المحبين الصادقين يعشقون الليل. لماذا؟ لأن الناس ناموا وسهرهم، وأن الناس غفلوا وتذكرهم، هم الذين يجلسون في مؤانسة مع ربهم، يريدون هدأة الليل ويريدون سكون السحر، فإذا ما جاءت هدأة الليل وسكون السحر إذا بهم يقولون: يا رب نام النائمون، يا ربنا غفل الغافلون، وها أنا يا رب الأرباب ويا مالك الأرض والسماوات أختلي بك، فبلغني طلبتي، وحقق لي في أولادي أمنيتي، وحقق لنا يا ربنا الغنى من بعد فقر، والعز من بعد ذلة. المناجاة لا تكون إلا ليلا، والمحبة الصادقة لا تكون إلا ليلا. ولذلك اطلع ربنا سبحانه وتعالى على نبيه فقال له: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، 8 ساعات. النبي يناجي ربه، النبي يتكلم مع ربه، النبي يقف أمام ربه خاشعاً متبتلاً، طالباً للستر له وللمؤمنين، طالباً للعفو له والاستغفار له وللمؤمنين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه في المنتصف وثلثه، والله يقدر الليل والنهار. من حب نبينا للقيام ليلاً وللمناجاة ليلاً الله خاطبه وقال له: هون على نفسك يا محمد، وقال له في الآية الشهيرة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما نزل القرآن عليك لتسعد، إنما نزل عليك القرآن لتكون من أهل الخير وأهل البركة، إنما نزل الله سبحانه وتعالى عليك القرآن لتسعد في هذه الحياة الدنيا، وتسعد أيضاً في الدار الآخرة. أيها الأخ الكريم، نبينا إذا ما تجدد عليه الوحي ونزل عليه جبريل
كان يخرج من صبيحتها إذا جاءه الوحي وجاءه جبريل، كان النبي أجود من الريح المرسلة. ولمن يتعشقون إلى اللغة العربية ويعرفون معانيها السامية، الرسول شبهه الصحابة أنه أجود من الريح المرسلة. وما هي الريح المرسلة؟ الريح تعلمون أنها لو سكنت ما تحركت سفينة في البحر، وأن الريح لو سكنت ما أكلنا ثمرة من ثمار زرع أبدا. فكلكم تعلمون أن مسألة التذكير والتأنيس وأن اللقاح الذي يتم في النباتات إنما يتم بفعل الرياح. فربنا سبحانه وتعالى أهدى أو هدى سيدنا رسول الله أنه كلما اتصل بجبريل الأمين الذي ينزل عليه بالوحي فكان رسولنا يصبح ويكون أجود من الريح المرسلة. وصدق من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه في حاله في الإنفاق، وصفته امرأة كانت ابنة كريم العرب وليس كريم الإسلام، فكريم الإسلام معروف هو سيدنا عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب بنت سيدنا علي بن أبي طالب حفيدة رسول الله، ولكن الناس يغفلون عنه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت سفانة في المسجد ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادت وكانت على شركية وقالت يا محمد، قال لبيك يا أمة الله، قالت أما تعرف بنت من أنا؟ قال بنت من أنت أكرمكم الله؟ قالت بنت حاتم الطائي كريم العرب. فأعطاها النبي وهي على شركها ليؤلف قلبها، أعطاها من المال ما لم يعطيه أبوها لأحد. فإذا بها تذهب إلى أخيها عدي تبحث عنه في الصحاري والفيافي وتقول يا عدي أسلم، لعل عدي في حاله. قال له لماذا أسلم؟ قالت له أسلم فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. صلوا عليه وتوبوا إلى الله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحلال والحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد أفضل الصحب وخير آلي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أصلي وأسلم عليه صلاةً وتسليمًا كثيرًا. أيها الأخ الكريم، من ظن أن رمضان شهر ضعفٍ وشهر خوارٍ وشهر نومٍ فليجدد تفكيره وليعد ترتيب أوراق عقله. إن الذين يتكاسلون في رمضان فليتذكروا أمجادهم، وليتذكروا أمجاد المسلمين الكريمة وانتصاراتهم في هذا الشهر الكريم، وليذكروا جندياً في العاشر من رمضان. هذا الجندي أمر، والأوامر العسكرية معروفة، ميادين القتال لها لغة لا كميادين العامة، والأوامر في العسكرية معروفة أنك إذا قيل لك افعل افعل، وإن لم يقل لك لا تفعل فلا تفعل. وإذا به تأتيه الأوامر قبل الحرب وهو لا يدري أنه عندنا فتوى من المؤسسة الرسمية في العالم الأزهر ودار الإفتاء العامرتان، عندنا فتوى بجواز الإفطار، وإذا به لا يفطر، وهو الذي يعلم أنه لو أخذ الأمر بالعبور سيجوز ماء صعبا، سيسير بين النابال، سيسير بين طائرات تضرب ومدافع تطلق ودبابات تصوب عليه، ثم بعد ذلك سيصعد جبلا وعرا المسمى بخط بارليف. وإذا به يستمسك بصيامه، ومن حال قد لا يكون قد أفطر في هذا اليوم، فالحرب شديدة تخلع القلوب وتكسر الرؤوس، فإذا به يصوم.
ولا يلوي على شيء إلا أن يموت وهو شهيد، فحقق له ربنا سبحانه وتعالى انتصار. هل كان ضعيفاً؟ لم يكن ضعيفاً. وكتبت قواتنا في ضوء ليل رمضان، ضوء ليله، وهو قد اختير بعناية، فإن الجبهة ستكون مكشوفة، فاختاروا الليالي القمرية التي تتعلق بالجزر والمد والتي تتعلق بإضاءة الجبهة، فكانوا لا يقاتلون الليل فقط ولكن يقاتلون الليل والنهار وهم صوم، هم وقادتهم قادوا في رمضان هذه المعركة الطيبة ليثبتوا لأهل الخوار ولأهل الضعف أن رمضان شهر القوة وأنه مرتبط بالانتصارات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم متعنا بأسماعنا واقبل يا ربنا صيامنا وقيامنا، واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اجعلنا لك موحدين، لك مطواعين، عليك متوكلين. اللهم أنزل لنا بركات السماء وأخرج لنا بركات الأرض، واجعلنا يا ربنا هداة مهديين، واجعل بلادنا بلاد خير، بلاد أمن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رعاية لمصر وأهلها، رعاية لراعيها ورعيتها، رعاية يا ربنا لأمنها وسلامها. اللهم أخرج لها بركات كل زرع، وأخرج لها بركات كل ضرع، واجعلها يا ربنا في طليعة بلاد العالمين. اللهم قوِّ اقتصادها، اللهم قوِّ اقتصادها، وأنصرها يا ربنا على العابسين فيها والمتلاعبين بأقدارها. اللهم اهد كل تاجر غشها، اللهم اهد كل تاجر غشها، واهد يا ربنا من تاجر في أقوات هذه البلد وضيق على أهلها. نسألك يا ربنا أن تنصرها ما دامت السماوات والأرض، وأن تجعلها في أعز بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولي، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.